وأعاذهما النبي صلى الله عليه وسلم من العين، يعني من كل عين لامة لشدة خطرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، رواه مسلم. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وفي الحديث: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل وتدخل الجمل القدرة. لتدخل الرجل القبر يعني تكون سببا في وفاته، سواء قتلته فورا أو أمرضته فمات، لأن العين قد تقتل فورا تصيب يسقط ميتا، وقد تمرض مرضا يؤدي إلى الموت. وبعض هذه السرطانات من أسباب أو بسبب العين. وقوله وتدخل الجمل القدرة، يعني إذا أصابت الجمل سقط فيهرع صاحبه وينحره، لأنه يعلم أنه سيموت، فيقول: ألحق قبل ما أموت ما يموت وأنحره لآكله أو ليستفاد من لحمه، فيطبخه في القدر. والحديث رواه أبو نعيم وحسنه الألباني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن ندعو بالبركة، إلى أن ندعو بالبركة إذا رأينا ما يعجبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، يعني يدعو بالبركة فيه وعليه، يعني يقول: اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. فإن العين حق، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. وقوله أو من نفسه فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يعين نفسه، قد يصيب نفسه بالعين. وفي القصة المشهورة التي رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره، يعني في أن سليمان بن عبد الملك لبس ديباجا أخضر حريرا، حلة حرير جميلة، وهو خارج صلاة الجمعة، فنظر في المرآة فقال: أنا الملك الشاب. قال: أنا الملك الشاب. شاف الشباب وحلة حرير وملك، يقول نظر في المرآة فقال: أنا الملك الشاب. يقول هي الخطبة ورجع وفي الفراش حتى مات، خلاص مريض ومات، يعني فيها نفس. وهذه المرضى التي دخل عليه فيها رجاء بن حيوة وقال: إلى من تعهد بعدك؟ قال: إلى هشام بن سليمان بن عبد الملك، يعني ولد. قال: ليش؟ ألا أدله عمر بن عبد العزيز، وهذا يعني للخير للإسلام والمسلمين، وهذا وهذا. فلم يزل به حتى جعل الوصية بعده بالملك إلى أوصى إلى عمر بن عبد العزيز، فكان خيرا عظيما على المسلمين. وهذا كان سببها دخول عالم ناصح على الخليفة لحقه في آخر الوقت، يعني في الوقت الأخير، واستجاب. ولا ما كان جاء عمر بن عبد العزيز، كان جاء ولد سليمان بن عبد الملك. طيب، على أي حال، نحن كنا نتكلم في حديث: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه. نعم. طبعا أو من أولاده، أيضا بيته، سيارته.
والعوام العام عندهم قصص كثيرة في هذا كثيرة. يقول واحد جاب صندوق برتقال إلى البيت وراح من ينام، قال جو أولاده وقعوا في البرتقال خلصوه، قام شافهم أنت قال خلص على طول، يقول تسمم غذائي كلهم. على أي حال، ليس كل واحد يصيب بالعين، وليست كل عين مثل الأخرى، بعض العيون أشد وأسوأ من بعض. ويزيد من خطورة العين أنها خفية، ولذلك كيف واحد يتحرز من الشيء الخفي؟ ما لك إلا هذه الأذكار والتعويذات، ما لك إلا هذه الأذكار والتعويذات.